مانيش حكي معاك خويا بيه. انا اسمي مالك وشهيرا باكو، واسم السين بتاعي هو دون باك. بديت في اول بروجي بتاعي اللي هو اسمه فاشن ويك البوم، باش نعمل البريمير بتاعو في نوايات ان شاء الله لو 6 ديسمبر. باش يكونوا معايا جياد خميري بانجي، يوسف سلطانة. فاشن ويك خاطر الموسيقى انسبيريت برشا فاشن نتاع ستريت، فبرشا ويك اون ميم طون يا با لي ستوندار نتاع لازمك تكون ضعيف، لازمك تكون ابيض، لازمك تكون منظم هكا باش تكون فاشن، باش تكون محليك. باش تكون جافي اشوازير اونتر فاشن ويك جمعه ولا فاشن ويك الاخرى. بالنسبه لتوجهاتي انا فاشن ويك الاخرى، انا جو ريبريزونت الاخرين. الالبوم هذا يعمل دوره على برشا ستيلات في العالم، كيما الكومبيا، كيما الريجي، كيما الالكترونيك ميوزك، كيما البلوز، كيما اللاتينو، كيما الايب هوب بيان سور، كيما الافرو. الموسيقى اللي عملتها في فاشن ويك هي دوره بالرسمي حول موسيقى العالم، الموسيقى الجنوب. معناها انا ريبريزونتي تونس، معناها ريبريزونتي شمال افريقيا، معناها ريبريزونتي افريقيا. موسيقى تعبر على عباد اندر بريفيليج، وجو في بارتي جو سوي فيير. الموسيقى نتاعنا فيها برشا احاسيس حاره على الاخر، ديفيرس على الاخر. وانا جي عندي البريفيليج اونطونكو تونسي اللي نتحل معناها على برشا ثقافات. الخليط هذا خلاني نعمل موسيقى ما عنديش حتى ليميت نتاع ستيل، هي دوره في جنوب العالم. وك.